السلام عليكم اختي، عافاك عندي هاد ليزر ديال الناموسيه، راه باقي جديد، راه كيفما كتشوفوا في الفيديو باقيين التكيكات ديالو هما هادو زوينين، وليزر مزود هو هذا، راني غير ما معمرهش، راه باقيين جدادين ما فيهم حتى شي حاجه، راه قدامين عندي ولكن باقيين كيشعلوا، مفرش مره ولا جوج. ليزر ديالو غزال، اللي بغاه 8000 ريال. بالنسبة لرقم الهاتف 0600168828، الدار البيضاء اللي هذا راه غزال، مطروز داك الطرز المخرج، راه باقي جديد، باقي نقي زعما واخا مستعمل ولكن باقي جديد، باقي نقي. هانتوما كيما كتشوفوا هذا المسند ديالو، هو هذا، هو هذا، هذا المسند، وهذه الطرزة ليزار، هي هذه، هي طرزة طويلة كيما كتشوفوها، وهادو التكيكيات، هما هادو التكيكيات، راه باقي زوين. انا غير ولا كيجيني الناموسيه هذه كبيره وغادي نبدلها، وهو كبير ما يمكنش يجيني حيت البيت عندي ماشي كبير، هو ليزار كبير بزاف. المهم بالنسبه للثمن غادي نبيعهم بجوج، المهم 12000 ريال، هذاك الاول ب 8000 وهذا ب 6000 ريال، اللي خداهم بجوج غير 12000 ريال نخليهم ليه، واللي بغى يتواصل معنا في الرقم اللي قلت لكم. مرحبا بكم. عليكم البنات بخير، لاباس عليكم، كدير مع الصحه؟ كلشي مزيان. صاحبة القناة بخير اختي، داخلك بغيت نبيع هاد الدريسينغ، هاد البلاكار ديال الصبابط كما كتشوفوا معايا باقي في حالة جيدة، او ميم طون راه كيدار ديكور كيجي غزال، وكينفعنا صراحة حتى في الصبابط، اللي بغى يدير فيه مثلا صبابط الكسوبة اي حاجة راه كينفع بزاف. كتشاهدوا معايا المجورة، شاد معايا نتوما، راه كيهز تبارك الله بزاف، نتوما كتشوفو. باش نكونو واضحين، في هاد لاتوش هنا، هادي راه مبيناش، جات لداخل، جات لتحت، أما هو راه باقي مزيان. بالنسبة للرجيلات ديالو حتى هما نتوما كتشوفو، باش نوريكم مع هاد الآية ديالو، ديالو نيت مباشرة كتجي تحت منه، راه في نفس لا ديكوراسيون، الثمن ديالو بالآية 1300 درهم. مهم، مدينة، راه مدينة المحمدية، ومرحبا اللي بغاه. شكرا. السلام عليكم، عندي هاد لي دو طابلو للبيع، جوج ديال لي طابلو عندي للبيع، راه كبار مزيانين، كيجيو في الصالون ولا في وسط الدار، راه مزيانين بجوجهم 300 درهم، راه كبار بليك بالكادر ديالهم، بجوجهم 300 درهم. وعندي هاد لي دو كوموند من الخشب الممتاز، كنت واخداهم ب 800 درهم، راه عرفتي راه فيهم جوج ديال لي تيغواغ ماغون شوكولا، طلبة فيهم بجوجهم 600 درهم، 12000 ريال، راه ما فيهم والو، ها 12000 ريال. وعندي هاد الزرابي ديال بيت الناس، معتبرين راه كنت واخداهم غاليين، دابا طلبة فيهم جوج ثلاثة بيهم 400 درهم، 8000 ريال، 400 درهم، راه ما فيهم حتى شي حاجه، باقيين جداد زوينين بزاف هاد الزرابي، ولا لي كوموند ولا كلشي، خصكم حتى تجيو تشوفوهم راه عجيبين. وعندي هاد اربعه ديال السبرديلات، ثلاثه الا هذيك الكري الفونسي اللي 42، كلهم بوانتور 43، الواحد 1000 ريال، باربعه بيهم 4000 ريال. بالنسبه للرقم الهاتف ديالي وهو 07
67 49 05 32، رقم الهاتف 07 67 49 05 32. شكرا. السلام عليكم، عندك اختي الخميس ماما؟ عندي جوج كيتشابهوا، جوج فحال فحال، فيهم هاد التكرير هنا في التحت هكا، كاينه هادي كاينه هادي. طيب وحده فيهم فيها واحد الضريبه، فواحد جوج تقيبات هكا كاينه، وواحد الضريبه مخيطه والله ما عرفت فينايا. المهم اللي بغاتهم راه غتجي وغنوريهم ليها، نقلب عليها نوريهم لها. المهم هادو كنقول فيهم 10 دراهم الوحده، هادو 10 دراهم الوحده، جوجهم ب 20 درهم. وكاينه هادي ها هي، هادي مدوبله فيها جوج، انت فيها التحتاني فيها هذا، وكاين هذا هنايا ها هي، هادي كنقول فيها 15 درهم. ها هي اختي، وعندي اختي هادو، هادو حشاكم ديال الطواليط، عندي فيهم غير جوج باقي نجدالي. كاين هادي، كاين عندي هادي، فيهم هادي، هادو بجوج كنقول 20 درهم، هادو بجوج 20 درهم. واللي بغا اختي يتصل بيا على رقم 07 66 62 70 88، 07 66 62 70 88، الدار البيضاء. وشكرا. السلام عليكم، انا عندي هاد التلامط ديال البهجة، شوفوا كيفاش دايرين، كيجيو فيهم جوج تلامط، واحد فيه جوج والاخر حتى هو فيه جوج. التلميط كيجي بحال هكا، وكيجيو فيهم ثلاثه د المزاود اللي كيجيو بحال هكا البونجا، الثمن ديالهم 7000 ريال. راه فيهم خمسة المخاد كيجيو كبار، كيجيو فيهم جوج طلامط ديال جوج مترو، كيجيو فيهم ثلاثة د المزاود. واللي بغاهم مرحبا، حنا في كازا، نمرة التليفون 06 20 32 36 72، و الثمن ديالهم 7000 ريال. راه هذا هو اللون ديالهم، السلام عليكم اختي، كما كتشوفي عندي هاد الجلابه هي مخدومه براندا، مازال ما ملبوساش بزاف، خدمه ديال المعلم كما كتشوفي، خدمه متقونه هادي ها هي، مازال جديده. شوفي الخدمه ديالها كيفاش دايره، الطاي ديال الاكس ال، الضرس ديال اليديات ها هو، الخدمة ديالها متقونة. هادي كنطلب فيها 4000 ريال. عندي هاد الجلابة هادي مخدومة بالعقيق، خدمة ديال المعلم كما كتشوفي، باقا ما ملبوساش، هي لاطاي ديال الإكس ال، شوف ديالها، هي كنطلب فيها 4000 ريال. اللي بغات شي حاجه تواصل معايا، مرحبا نصايب معاه. شكرا. السلام عليكم اختي، عافاك بغيت نحط عندك شي حويجات في القناه ديالك. نبداو بهاد البيجامه هادي، بيجامه زوينه ونقيه، دايره كاع من ملبوسه، راه زوينه، الثمن ديالها اختي 40 درهم بالنسبه للانسان اللي يكون عامر شويه اكس ال. وعندنا هاد البيجامه في البلوغوا، راه زوينه، هما بالكميمات مستيليين زوينين، فيهم لاستيك ولي زيز تراس في الكول وفي الكميمات، حتى هي ال، الثمن ديالها اختي حتى هي 40 درهم. وعندنا هاد البيجامه في هاد اللوين هذا، حتى هو زوين غزال هاد اللوين، ها هي في الدوغي، حتى هي الثمن ديالها اختي 30 درهم. وعندنا هاد البيجامه هادي حتى هي زوينه، في هاد الشكل بحال الفراشه،
هي الكميمات ديالها هما مخدومين بحال هكا، راه زوينه. اختي الثمن ديالها 20 درهم. وعندنا هاد البيجامه هادي، هادي صيفيه زوينه بحال الفراشه حتى هي، هي ايفازي من التحت دايره بحال الفراشه، هي زوينه فهاد اللوين هذا. الثمن ديالها اختي 30 درهم. كاينه الجلابه ديال البنيات، بنيات بالنسبه لنا بنيات تكون ضعيفه، ها هما ضعيف، هادي ها هما الكميمات ديالها على هاد الشكل هذا، عين وعقده حتى لتحت فهاد اللوين غزال. ها هي الثمن ديالها اختي 50 درهم. وعندنا هاد القنيطيره في الغوز حتى هي، راه هي زوينه ولكن بالنسبه للانسان ضعيف، هادي يلاه تلبس الام، الثمن ديالها اختي 20 درهم. وعندنا هاد الجلابه حتى هي ديال الصيف، هادي مخدومه بالمكرامي، راه زوينه هادي صيفيه حتى هي ايفازي من التحت، كتلبس الال، الثمن ديالها اختي 50 درهم. وعندنا هاد الجلابه هادي فهاد بلوسيال مطروزة بالكري، ها هي الكميمات دي ميمونش، ها هي زوينه، ها هي ايفازي من التحت، هادي راه واسعه، راه خصهم غير شي صلحه، راهم زوينين، راه حيت مطويين في الماريو والله ما كيتلبسوا هاد الجلاب نهائيا. ها هي اختي الثمن ديالها 70 درهم. وعندنا هاد الجليبه ديال البنيات، بنيات يكون تكون البنيه ضعيفه، ها هي فهاد البلوسيال عين وعقده حتى لتحت، ها الكميمات ديالها كي دايرين، راه مكمشين، الثمن ديالها اختي 30 درهم. وعندنا هاد الجليبه حتى هي ديال البنيات، راها زوينه غزاله، هادي شو الخياطه ديالها كي دايره، الكميمات ديالها كلشي، هاد الجليبات اللي كنوريكم الاخرين كلهم ديال البنيات يكونوا ضعافين، ها هي غزاله فهاد اللوين، الثمن ديالها 50 درهم. وعندنا هاد القنيطره في الكحل، راها زوينه، ها هي اختي في النوار وهاد الدوري جايه. السلام عليكم اختي، شكرا بزاف على هاد القناه، نتمنى تكوني باحسن الاحوال ومتتبعي القناه، وما ننساش حتى لي كليون ديالنا العزاز. كيف ما كتشوفوا اليوم الوغوش شي حاجه زوينه زوينه بزاف، هاد المانط هادو كيف ما كتشوفوا مانطات ديال الغطا مع الكانيش ديالهم بيض، خدمه متقونه وشي حاجه بيان فيني، يعني ما عندكمش لاش تخافوا منهم، صب ورد، وثمن جد جد مناسب اللي هو 3400 دريال. كيف ما كتشوفوها همايا شي حاجه زوينه وخلاص، راه المخاد كبيبرين، والتوصيل حتى لباب الدار، هادو هما الالوان اللي فيهم محفرين كيف ما كتشوفوا، فيهم هاد الاحمر وفيهم هاد الغوز، هذا بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الغوز، الغوز فيه وريدات بالبلو بزاف ديال الالوان، وفيهم الكانيش بالبيض والمخدات ديالهم، ها هما يا فيهم زوج مخدات من الداخل حتى هما مقطنين كيف ما كتشوفوا. اللي بغاهم يتواصل معنا على الرقم اللي غادي يبان لكم في الشاشه، وسارعوا في الكميه جد جد محدوده. السلام عليكم اختي، كي درتي لاباس عليك؟ كي بقيتي اختي؟ بغيتني هاد الحويجات في القناه ديالك، هاتي اختي هاد الفرانه ديال الضو، ها راه خدام مزيان اختي، هذا تنقول فيه 300 درهم، هاد الطبيله ديال التلفازه كنقول فيها 130 درهم، كلشي قابل للتفاوض. هاد الكادر الناموسية تا هو بغيت نديرو للبيع، ها هو راه مزيان، بغيت نقول فيه 300 درهم، هادي خصو غا الطبيلة ديالو كانت ترسات ليا، هادي حتي شو كان بزاف، كلشي قابل للتفاوض. هانتي اختي ها هي الطبلة ديال التلفازة 130 درهم، وفرن الكهرباء 300 درهم، قابل للتفاوض. هدا عاود الكادر الناموسية 300 درهم، كلشي قابل للتفاوض اختي، وشكرا. السلام عليكم، عفاك بغيت نبيع هاد الزريبية، ها هي كيما كتشوفو اللون ديالها الماغو اورانج، يعني القهوة والليموني، ها هما. وبالنسبة للريدو ها هو، راه فيه 4 متر في الطول و6 في العرض، هذا التحتاني ديالو اللي كيكون، وها هو الريدو، هادو ديالو ها هما جوج عنده، ها هما
وها هو بالنسبه للحجر اللي فيه. نفس اللون اللي فيهم. وبالنسبه للطلامط راهي عندي ثلاثه، جوج فيهم جوج متر وجوج متر، وواحد فيه متر ونص. توب شوني فيها هو الماغو لورونج، ها هو كي كيبان توب ديالو صبن وعاود فيه السد المخاد وثلاثه د المزيودات. العرض 70. كاين هذا الفاص هذا وكاين هذا الفاص هذا خضر، ها هو هاو كيما كيبان لكم مخيداتو بكلشي ديالو. بالنسبه اللي بغاهم مرحبا به، الزربيه راه باقا جديده يعني ما فيهم حتى عيب ما فيهم حتى حاجه. بالنسبه اللي بغاهم مرحبا. بالنسبه للنمره ها هي 0644 1726 مدينه الرباط 2500 درهم كلشي. مرحبا. السلام عليكم، انا بغيت نبيع الثلاجه ديالتي، ها هي في الكري سامسونج. راه خدامه مزيان، انا خدامه بها دابا، غير بغيت ناخذ وحده كبيره. هانتوما راها خدامه، هانتوما فريغو، راني محيده ليها هذيك البلاصه ديال الثلج حيت معمره بزاف، راني حاطاها هنا تحت. هانتوما راه خدامه كامله، خدامه مزيان. عير عندي هاد المشكل ديال الطاجيره هادي راه مهرسه ليا هنا، وهاد الكروبه هادي راه محيده ليها هذيك اللي مكتجي من هنا. راه قال لي واحد السيد كيصوب الثلاجه نجيبهم لك، انا ملي قلت نبيعها يعني ما اهتميتش. ها نتوما كتشوفوا راني خدامه بها كامله، وعندها واحد الشرطه من هنا في الجنب، لحقاش ملي بغينا مع الرحيل الشرطه تاعي بحال الخط فيها. غير انا كنقول كل شيء دابا باش نكونوا واضحين، والخدمه راه خدامه غارانتي 100%. انا من المحمديه، الثمن ديالها 46000 ريال. نمرة الهاتف ديالي 06 39 70 95 49. الله يستر الامور. السلام عليكم اختي، الله يجازيك بخير. عندي هذا الموكيت زربيه بغيت نبيعه، باقي نقي ما فيه حتى شي مشكل، فيه حتى شي عيب والو. ها هو كيف كتشوفوا، قربوا لكم في الكرونه والبيج، ها هو. انا غير ما جانيش مع اللوان ديال الطلامط، بغيت ناخذ سامبل، هادشي علاش بغيت نبيعو. ها هو راه فيه 4.5 على متر ونص، ها هو. مهم انا كاينه في كازا، والنمرة التليفون 06 67 43 98 48، والثمن كنقول 600 درهم اللي بغاه. مرحبا. السلام عليكم اختي، عندي هاد الطليمطات هما كما كتشوفي مزيودات، هما عندي 6 منهم، خدمه ديال المعلم، خدمه متقونه كما كتشوفي. مخاد كاين 14 مخده خياطه ديالهم. عندي هاد الستاري هذا فيه متر و40، عندي هاد الستاري هذا فيه 3 متر و34، عندي هاد الطلميط حتى هو فيه متر و75، عندي هذا فيه 4 متر و51، وكاينه واحد الزياده هنايا كما كتشوفي الشوني، زياده ديال الشوني كنت زدت على حساب الطلميط، ما زاد ما جانيش الستاري، زاد ليا المعلم هي اللي فيهم، هي اللي فيهم صافي. هادو كنطلب فيهم 26000 قابله للتفاوض. السلام عليكم اختي، عافاك الا ممكن تعاودي تحطي لي هاد الحويجات عندك في القناه، الله يرحم لك الوالدين. كاينه هاد لا ماشين ديال الغسيل ديال المواعن، لا مارك ويربول، كتغسل بالبخار، سيزيام سانس، انا ما استعملناهاش بزاف، غير بقات محطوطه ولا فيها شويه ديال الصدى، راه فينا ما نصبغوها ولا نديروا لها واحد برودوي باش كيتحيد هاد الصدى، ولكن اللي خداتها تسيبها، راه باقا نقيه من الداخل،
راه ما مستعملاش بزاف، بغينا فيها 1300 درهم. راه خدامة مزيان، اللي تاخدها تعاودها في الصباغة ولا تشوف كيفاش حيد منها هذاك الشوية ديال الصدى اللي فيها. أما راه باقا خدامة مزيان. وكاين هاد البيرو حتى هو راه مزيان، فيها جوج مجورة. راه كبير، في هاد الفيس اللي محلول اللي بغى يصيبو. اما راه باقي البيرو راه باقي مزيان، بغيت فيه 250 درهم. وكاينه هاد ليكرون ديال البيسي حتى هي راه باقي خدامه، راه كدور لبغيتي دوريها اليمين ولا اليسار ولا بغيتي تخليها فاس، بغيت فيها 120 درهم. واللي بغات شي حاجة مرحبا بها، 06-80-04-27-85 الضروة. وشكرا. هاو طالبين فيه أختي 6000 ريال. اللي بغى شي حاجة مرحبا. 06-43-53-54-97 كازا الولفة. يبغى شي حاجة مرحبا. كانا القفز ديالو الماتيريال ديالو. السلام عليكم أختي، أنت أختي الله يجازك بخير الله يسهل عليك. أنت بغيت نبيع هاد الماكينة، هي ربح تمام مزيان. أنت ها هي السميه ديالها، ها هي هانتي اللي بغاها اختي مرحبا. راني جيت هانتي هانتي شتيها اللي بغاها، راني جيت نجربها لي هانتي اختي هانتي كلها باقا نقيه. اللي بغاها راني جيت نجربها لي عاد يديها. ها هي اختي راه باقا نقيه، راه دارها لي الضيق وصافي. ها هي اختي شتيها، ها هي ها هي اختي. الله يسهل عليك والله يعمر بي يجازيكم بالخير اختي. اللي بغاها راه جيت نخدمها لي عاد يديها تيشوفها بعيني. يلا اختي الله يسهل عليكم ان شاء الله. كاينين الطلامط للبيع هانتي اختي. هادو البيع كاينين المزاود، طبعا يتباعو بالمزاود، فيهم 5 المزاود وفيهم 12 مخدة ب18 فريال. طالبين فيهم 18 فريال. وكاينه هاد الطابلة ديال التلفازة طالبين فيها 300 درهم. مرحبا، ها هما القياسات ديال الطلامط، وها نمرة التليفون. عندنا 06-20-60-86-76. السلام عليكم، انا عندي هاد الخوامي، عندي جوج خوامي. هادي الاولى دايره فحال هكا، فيها 6 مترو. هاد اللون اللي كتشوفو هنايا راه موف، موف بارد. ها هو تاني، واخا اللون ديالهم ما كيبانش مزيان في الكاميرا، ولكن راه اللون ديالهم راه زوين بزاف. كيجيو فحال هكا، فيهم 6 مترو، فيها 6 مترو. وباقا حتى هي نقيه، الثمن ديالها 130 درهم. وكاينه وحده اخرى انا غنوريها لكم. كاينه هاد الخاميه اللي كتجي فحال هكا،
هادي فيها الحجر كيجي دايز فيها كاملة. وهذا هو اللون اللي فيها كتجي فحال هكا. وكتدخل فيها هنايا العصا، ماشي اللي كيتعلقوا اللي كتجي داخله فيهم العصا. وفيها 3 متر في الطول. بالنسبه للثمن ديالها 150 درهم اللي هي 3000 ريال. واللي بغاهم مرحبا. نمرة التليفون 06 20 32 36 72. حنا في كازا. عندي هاد الثوب هذا تفصيل ديال التكشيطه، ها هو ديال الشبكه، راه مشلف من جوج جهات الشبكه ديال التكشيطه. ها هو الشبكه، شبكه موزونه، ها هو الثمن هنا مشنف. ها هو اختي راه الشبكه في الموف. ها هو هذا مثبت بالموزونه، فيه 3 متر و20 سنتيم على 2 متر و60 في العرض. اللي بغى شي حاجه مرحبا، طالبه فيه 2400 ريال. هالمعلومات 06 99 23 14 59 ضرب 7. السلام عليكم، كدير اختي لاباس عليك؟ مهم عندي هاد الال قليصه بالنسبه للبونج اللي فيه بونج الممتاز، تقريبا كاين في الواحد متر ونص متر ونص، باقين جداد ما فيهم حتى شي حاجه، باقين نقايا. معاهم الطابله ديالهم ومعاهم طابلو بالطلامات ديالهم بكل شيء اليوم، بالعماره ديال المخاد بكل شيء. طالبه فيه 3500 درهم، راه مازال جديد بكل شيء ليه، مازال نقي. هذا راه في الموف غير ما باينش، ما عطيهش الكاميرا حقه. حنا كاينين في مدينه جديده حي المطار، انا نخلي لكم النمره واللي بغاه مرحبا. 06 68 64 54 20. السلام عليكم اختي، هانتي الله يعطيك الصحه. عندي هاد الطابله بغيت نبيعها، هي اختي ما جاتنيش حيت عندي حيتي طويله، انا بغيت شي وحده مدوره. تالي عندها شي وحده مدوره وبغات تبدل معايا، ماشي مشكل، مرحبا. يعني انا ما جاتنيش في الصاله هادي طويله، بغيت شي وحده مدوره حيت عندي الصاله شويه عريضه. ها هي اختي، راه مصاوبه على اليد، راه الطول ديالها فيه متر و20 والعرض فيه 69. هادشي اللي كاين اختي، ها هي اختي كلها راه مصاوبه على اليد. ها انت شوفي غير الرجلين ديالها قداش، ها انت من تحت نقلبها كتشوفيها. ها انت اختي شتيها، راه صحيحه، راه مصاوبه على اليد. ها هي اختي. السلام عليكم اختي، عندي هاد الطبله بغيت نبيعها. الثمن ديالها 300 درهم، كازا حي النور، رقم ديال التليفون 06 31 99 38 94. 06 31. سلام اختي، كدرتي لاباس عليك؟ كنتي بغيت نبيع هاد الكونه ديال الاطفال، هادي ها هي تنقول فيها 150 درهم قبل التفاوض. عندي اختي راه مزيان، ها هي اختي النمره. شكرا اختي. السلام عليكم، كيداير اختي؟ بخير. عافاك، راه بغيت نبيع هاد الكونه، هي مازال نقيه. المهم راه السله ديالها والغشه ديالها، الثمن ديالها هو 100 درهم. كازا، مدينه كازا. رقم التليفون ديالي 06 74 75 30 57. 06 74 75 30 57. سيدي عثمان اللي بغاتها مرحبا، الثمن ديالها هو 100 درهم. السلام عليكم، هادو لي زان سي بارابل ماركه واعره الشيبي بيرسوناتا 900 درهم.
300 درهم لواحد بيرسوناطا ماركه واعره غابرين هادو في السوق غابرين بيرسوناطا لي زانسي بارابل اللي بغا شي حاجه مرحبا و الف مرحبا الماكله كلهم 06 43 39 54 97 اعاده 06 43 39 54 97 اللي بغا شي حاجه مرحبا الاول فكازا اليتان كذا اختي عندي كذلك هاد البلاك بغيت نبيعو حتى هو في حاله جيده وكدايره ليه الثمن شويه زايد دابا نقص ليه الثمن ما تبيعش ليه ونقص ليه الثمن دابا درت ليه 100 درهم اللي بغاتو مرحبا بها وعندي رشيده انا عندي هاد الداره ديال طليمطات بيت متوسط فيه 3 طليمطات واحد فيه جوج والاخر فيه جوج والثالث فيه شي جوج ربع ريجونس تسعود ديال المخيدات عامرين بلاباط والبونج اللي بغاهم مرحبا الثمن ديالهم 600 درهم نمرة التليفون 06 20 32 36 كازا. السلام عليكم اختي كي دايره لاباس عليك بغيتك تلوحي لي عافاك هاد الناموسيه عندك في القناه الله يجازيك بخير كما كتشوفوا الناموسيه عندي فيها جوج بلايص المهم العرض ديالها فيها متر و40 والطول متر و90 تقريبا هي راه ديال الحديد كما كتشوفوا معايا في هذا اللي كيكون عند الراس والاخر كيكون عند الرجلين فيها هاد السدادر جوج بالسدادر ديالها هادو الكروات كما كتشوفوا معايا المهم انا راه مفصلاها المهم الهاتف ديالي هو 06 10 70 33 21 الدار البيضاء كنطلب فيها 300 درهم وشكرا. السلام عليكم هذه واحد ماكينه ديال الخياطه جوكي الناس الخياطه راه كيعرفوا العبار ديالها فيها في الطول مترو 10 سنتيم على نص مترو هي باقا نقيه بالنسبه للثمن 1000 درهم والعنوان سيدي موم القديم ها هو فيه طول فيه 2 مترو و4 والعرض فيه مترو و85 في العرض ها هو اختي طالبه فيه 3400 هاو اختي انتي ها هي دي ها هي 2020 ها هي من برا الدار ديالها بحال المعلومه 06 23 14 59 الدار البيضاء السباته. عندي اختي كذلك هذا الفرن كهربائي حتى هو بحاله جيده كتزيد لي في الثمن وما تبيعش ليا دابا درت لي غير 80 درهم اللي بغاتو الف مرحبا.